أحسن الله إليكم. المرسل أبو عبد الله من تيماء يقول في سؤاله الأول: فضيلة الشيخ، توفي والدي قبل شهرين وقد ترك لنا تركة بعضا من الأموال والأوراق النقدية والعقارات وبعضا من الماشية، والسؤال هنا: هل نخرج له شيئا من الإرث مع أنه لم يوصي بذلك رحمه الله تعالى ولا بغيره من حج وعمرة؟ أفتونا مأجورين. إذا تبرعتم بشيء له من مالكم هذا شيء طيب، هذا من الصدقة عن الميت. الصدقة عن الميت مشروعة ويصل ثوابها إليه بإذن الله إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى. فباب التبرع للميت هذا مشروع مستحب وينفع الميت بإذن الله عز وجل، سواء تبرعتم كلكم أو تبرع بعضكم. نعم.